قد أوضحنا مرة عدة موقفنا إزاء تصرفات فندق APA باعتبارها ابتزازا من مجموعة صغيرة من اليمينيين اليابانيين. وقد طلبت مصلحة الصين للسياحة من جميع المؤسسات السياحية ومواقع الإلكترونية السياحية في الصين التوقف عن تعاونها مع فندق APA. ودعت وفود الصينية السياحين الصينيين في اليابان إلى مقاطعة فندق APA وعدم دخوله. وأريد أن أضيف أن الصين مستعدة لإجراء تبادلات ودية مع اليابان إلى أنها لن تسمح بتصرفات افتزازية سافرة تشوه تاريخ وتماس مشاعر الشعب الصيني، وأي من يفعل ذلك سيدفع ثمنه. وبالنسبة إلى كلام عمدة بلدية ناهوية، فإن مذبح نانجين هي حقيقة تاريخية معروفة دوليا وعليه الالتزام بتعهداته.